نبدأ الفيديو، حق علي أن نشكركم دائما على التفاعل ديالكم، اشتراك، جيم وتعليق إيجابي. وهذا الشيء لكان كيدل على شي حاجة، فراه كيدل على أنكم جمهور راقي، حيث هذا التفاعل كيحفزني نعطي أكثر وكيخلي خوارزميات اليوتيوب تنشر الفيديو. ودير في بالك، إلا كان صانع المحتوى هو اللي كيصنع المحتوى، فراه الجمهور هو اللي كيصنع صانع المحتوى. مشينا. من بعد المواجهة الدامية بالجنرال بشير البوهالي وعبابو في مقر القيادة العامة، وموت عبابو على يد الذراع الأيمن ديالو عقا حروش، كانت النهاية ديال جمهورية عبابو الوهمية. ومباشرة من بعد النهاية ديال العمل الانقلابية غتوقع فوضى عارمة، وبداو المشاركين في هذا الانقلاب بالهروب في كل اتجاهات، وبدات عملية المطاردة، وبداو قوات التدخل السريع كيقلبوا على الانقلابيين باش يعتقلوهم. في هذه اللحظة غيجمع اليوطن من قوات التدخل السريع مجموعة صغيرة من الضباط السجناء الانقلابيين اللي وقفوهم جنب الحيط، وقال لهم ما تستاهلوش تكونوا ضباط حيت خنتوا الشعار ديالكم الله الوطن الملك، غادي نعدمكم كاملين قدام الناس. وهو ينادي على مجموعة من الرجال ديالو وطلب منهم يستعدوا باش يطلقوا عليهم النار. وفي اللحظة اللي غيطلقوا فيها النار غيدخل كوموندو لودي باش يحبس هاد الكارثة اللي كانت غتوقع، وقال له بغضب شنو كدير، حبس هاد المجزرة. وهو يجاوبو بغيت نعدم هاد الضباط ديال اهرم مخاونة الوطن. وهنا غيصيح الكوموندو في وجه الفرقة ديال الاعدام وغيقول لهم حيدوا من قدامي، واش ما كتعرفوش ان هادشي ممنوع؟ وغيمشي عند اليوطن وغيقول له باي حق بغيت تعدمهم؟ صراحة انت ما وعيش بهذا العمل اللي غتعاقب عليه امام المحكمة العسكرية، دير خدمتك بلا زيادة من راسك. ومن بعد التدخل ديالو ديال اللي منع حدوث مجزرة اخرى، اطلب من السجناء الانقلابيين باش يتبعوه، ومن بعد ركبهم في الشاحنة باش ينقلوهم للثكنة. هادشي بالنسبة لمقر القيادة العامة، اما بالنسبة للاذاعة والتلفزة فكانت احداث اخرى. غيطلب الكوموندو اعية من رئيسه المباشر ليوتنان كولونيل اساري باش يخليه يقود هاد العملية، حيث كيعرف يتكلم مع الانقلابيين اللي مخبين باش يقنعهم يخرجوا ويستسلموا بلا عنف. وبالفعل بدا الخطاب ديالو ليهم، سمعوني كلكم، انا الكوموندار محمد عبد القادر اعية، كلكم كتعرفوني حيث كنت المدير ديالكم في التدريب، بغيت نتكلم مع الضباط. ومباشرة من بعد الخطاب غيخرجوا الضباط وضباط الصف وغيحطوا السلاح ديالهم ويستسلموا بلا مقاومة. وهنا غيدخل اساري وطلب من الضباط يأمر المرؤوسين ديالهم يستسلموا، وبالفعل هادشي اللي كان. وفي اللحظة اللي كانوا فيها عناصر التدخل السريع كيجمعوا السلاح وكيخرجوا السجناء للشاحنات، كانوا الرشاشات والمدرعات في الجانب ديال شارع مولاي الحسن، وبداو كيطلقوا النار على التلاميذ وضباط الصف اللي كانوا واقفين في وسط زنقة البري، وتقتلوا فيها العديد من التلاميذ واللي وصل العدد ديالهم 111 شخص تقريبا. كانوا بعض التلاميذ الضباط كيتاجوا لعمارات المجاورة حيث الطرق كانت محاصرة والمنافذ مغلقة من طرف قوات التدخل. ومن بعد 3 ساعات من الترقب غتواصل مواجهة الشوارع، وبدات المطاردة ديالهم الليل كامل، ودامت هاد المطاردة أسبوع تقريبا حيث الأغلبية فيهم كان كيستغل الظلام باش يهرب. وتم تعبئة كل قوات الأمن في مدن المملكة وإقامة نقط تفتيش بإشراف الدرك الملكي وفي كل الطرق. أما وزارة الداخلية فتم تحريرها كذلك وتم اعتقال كوموندوات. ومن بعد تحرير كل من القيادة العامة والإذاعة والداخلية من الانقلابيين، غتواصل عملية المطاردة وإلقاء القبض على الهاربين، واللي كان من بينهم محمد عبابو الأخ الأكبر اللي كان توجه القنيطرة وركب السيارة ومعه الزوجة والابنة ديالو باش يهربوا لتطوان.
لكن في النص ديال الليل ملي وصلوا للدخلة ديال المدينة غيلقاو حاجز تفتيش الدارك، غينزل عبابه بسرعة وغيهرب الغابة، لكن من بعد يومين من الاختباء ديالو غيشدوه المخازنية وغيديه للعاصمة. أما عاشور عماروش فكانوا توجهوا للفاس وتم اعتقالهم بمدينة فاس. أما الجنرالات بربعة فغيتم اعتقالهم، ومن بينهم الجنرال حبيبي اللي كان مشى لقصر السخيرات وأمر الملك باش يلتحق بمراكش اللي كان قائد المنطقة العسكرية ديالها. ومن بعد ما قطع 300 كيلومتر تم الاعتقال ديالو. أما بوغرين فغيت تعتقل في اللحظة اللي غير كفيها المروحية، وغيتم كذلك إلقاء القبض على حمو أمحزون بمكناس. أما الباقون فتم اعتقالهم بالرباط، وكان الجنرال أوفقير هو المشرف على عمليات التطهير. ووقع شخصيا أمر اعتقال كل من أمحارش وبوغرين وحبيبي، وتعتقل كل من الشلواطي وبوبري وعمي والفنيري والمانوزي، وكل من كانت لي علاقة بالانقلاب من قريب ولا من بعيد. في 11 يوليوز غيخطب الملك الحسن الثاني في الشعب ديالو خطاب مؤثر كأنه خطاب أب الأبناء ديالو، وغيقول: شعبي العزيز، إن بلدنا محسود، وإن الغبطة التي نعيش فيها لا يريدها لنا كثير من الناس. وهكذا سمعتم أن بعض الإذاعات بمجرد ما سمعت خبر العملية صارت تصرح وتقول إنها بجانب الثوار وأن جيشها بجانب المشعوذين. وهكذا ترى شعبي العزيز حينما أقول لك: كن يقظا، كن على بينة من أمرك حتى لا يعبث بك العابثون. لم أكن من الذين يزيدون أو يطنبون في الكلام، ولقد كنت اليوم يا شعبي العزيز ستمسي يتيما، ولكن الله سلم. ومن بين التصريحات اللي كانت في المؤتمر الصحفي اللي عقده الملك الحسن الثاني واللي حضر ليه مندوبو الصحف المغربية والأجنبية، أن الملك الحسن الثاني صرح وقال: إنني اليوم ملك أكثر من البارحة. ثم قال: انقلاب متخلفين بقيادة حمقى لم يجرؤوا حتى على الاستمرار إلى النهاية. أما أفقير فكان كيردد إنهم حمير. وأكد الحسن الثاني كذلك في هذا المؤتمر وقال بلهجة صارمة ووجه عابس: غدا في مثل هذه الساعة على أبعد حد سيعدم قادة التمرد رميا بالرصاص، سيمنحون فقط الوقت اللازم ليقصوا ما بجعبتهم من أقوال. وكان يوم الاثنين 12 يوليوز يوم حداد، بحيث أنه تقامت جنازة وطنية لضحايا الصخيرات بحضور جلالة الملك وكل الشخصيات السامية. وفي 13 يوليوز مع 11 ديال الصباح تقريبا تم اقتياد 10 من كبار الضباط من القوات المسلحة الملكية لساحة الإعدام بمعسكر مولاي إسماعيل قرب الرباط، وكان من بينهم الجنرالات الربعة والشلواطي والفنيري وبوبري وعمي والمانوزي وغيرهم. وحضر طاقم من الإذاعة والتلفازة المغربية لتصوير مشهد الإعدامات وعرضها على الشعب المغربي. وكان في ساحة الإعدام الكثير من الوزراء وحشد من الضباط من مختلف الرتب العسكرية، وتولى الجنرال أوفقير ودريس بن عمر الإشراف على تنفيذ الإعدام. تم تنصيب 10 ديال الأعمدة الخشبية وقفوا قبالتها 12 جندي كيمثل الوحدات البرية والجوية والبحرية في القوات المسلحة الملكية. بدأ الجنرال حمو كيهتف: عاش الملك، عاش الملك، لكن بدون جدوى، حيث اعتبر الملك الحسن الثاني خائن في اللحظة اللي مشى فيها مع بابه، بالرغم من شهادة شهود اللي كتقول أنه كان رافض الانقلاب وأنه كان مجرد رهينة في يد بابه. غير ربط المتهمين مع الأعمدة، وكانوا لابسين لباسهم العسكري وعليها شارات الرتب ديالهم، لكن غينزعوا منهم هاد الشارات وغيتقدم الجنرال أوفقير وغيعطي الأوامر ديالو لفرقة الإعدام باش تستعد لإطلاق النار. في هاد اللحظة غيصيح الجنرال بوغرين وغيقول: رد بالك أوفقير، غيجي الدور ديالك المرة الجاية. لكن أوفقير ما غيجاوبش الصديق الحميم ديالو في كلية أزرو، وغيلتافت لجنود الفرقة الإعدام وغيأمرهم بإطلاق النار.
ومع 11:30 تقريبا سال كل شيء، وتم دفن المعدومين والجنرال مذبوح ومحمد عبابو في قبر جماعي على أطراف ميدان الرماية بين الرباط وتمارا، ودفنوا بدون طقوس. وهكا في ظرف 3 أيام ما بين 10 و13 يوليو 1971 ماتوا 9 ديال الجنرالات من أصل 15، إما عن طريق رصاص المتمردين أو برصاص فرقة الإعدام. غتواصل عملية المطاردة واعتقال الهاربين والمؤيدين للانقلاب، وكان من بين الهاربين اللي تم اعتقالهم محمد الرئيس اللي استعمل سيارة الإسعاف، ومعه بعض الممرضين وثلاثة طلبة اللي كانوا مصابين. وطلب من سائق سيارة الإسعاف يتوجه مباشرة لأهرمومو. كانت السيارة غادة في الطريق الوطني رقم 3، وقبل 3 كيلومتر من فاس ألقوا حاجز مزدوج من دارك الملكة والشرطة، وكان من بينهم واحد من المعارف ديالو اللي غيناديه باسمه، حيث كان كيعتقد أن هادشي غيسهل عملية مرور الرئيس. لكن شدوهم كاملين وداوهم الكتيبة ديال فاس، وكان من المعتقلين تما القبطان بالكبير وغلول اللي كانوا هربوا من الصخيرات ورماوا البذلة العسكرية ولبسوا لباس مدني باش ما يتمش التعرف عليهم. لكن تم اعتقالهم في محطة فاس وسجنهم في مقر الدرك. وكان من المعتقلين كذلك ضباط صف 3 عاشور وعماروش ومانولو، وتم تلقاهم الرئيس كاملين وحكى لهم تفاصيل الانقلاب اللي وقع. من بعد هذه المرحلة ديال المطاردات والاعتقالات اللي دامت 2 أسابيع تقريبا، غتجي المرحلة ديال التحقيقات والاستنطاقات، وغنقتصر هنا على نموذج واحد من المعتقلين اللي تم استنطاقهم والتحقيق معهم. وهذا النموذج اللي غنقتصر عليه هو محمد الرئيس. قبل الفجر جاو جوج من الداركيين وداو الرئيس الغرفة اللي كان فيها القبطان بولاز وليوت من دكالي والصوليوت من غزال، وقبل ما يتم استجوابه غشد الشخص اللي كان كيستجوبه البندقية وغيديرها في البطن ديال الرئيس وغيقول له من مصلحتك تقول الحقيقة ولا غنقتلك بحال الكلب. بدا الرئيس كيروي الرواية ديالو الأحداث، والحاضرون الثلاثة في الغرفة كيتصمتوا في صمت. ومن اللي سأله شاف فيه المستجوب وقال له انت كتكذب دوماج انا مضطر نخسر لك زينك. هو يجبد له تسجيل فيه خطاب جلالة الملك وقال له جلالة الملك مازال حي، غدفعوا الثمن غالي على هاد الخطيئة ديالكم. ومن بعد غيديه برفقة السجناء اللي كانوا معه لسجن عين قادوس بفاس. يوم الاثنين في الصباح بدأ الاستنطاق المشدد مع الممرضين وسائق سيارة الإسعاف، واتهموا الممرضين بوضع المخدرات في القهوة الموزعة على التلاميذ بأمر من عبابو. وفي العشية جاء الدور على محمد الرئيس، وجاء عنده جوج من الداركيين وداو اللوحة الجناح خاوي للتعذيب باش يعترف، وبداو عليه 3 ديال الداركيين بالضرب وكيسولوه. من بعد جاء واحد الداركي وكتف الرئيس بحزام من الجلد، ربط ليه رجليه ويديه، ومن بعد دخل واحد القطيب ديال الحديد من حدا ركبته ودوزو لذراعو بحال شي خروف مهيئ للشواء، وهزوه جوج من الداركيين وعلقوه، وجاب واحد فيهم سطل ديال الماء وتبول فيه وشد بونجة موسخة وقال له اليوم غتشرب من البول ديالي راه الزيت حيت البارح شربت بزاف ديال الخمر. وهو يدير البونجة اللي كانت موسخة ومخلطة بالماء والبول وعصروا على مناخ الرئيس حتى بدا كيتخنق، ومرة مرة يحيد البونجة من مناخ الرئيس وكيقول له واش مستعد الاعتراف دابا. في هذه اللحظة بدا الرئيس كيحس ان ريتو غتنفجر وما كانش قادر يجاوب وقرب يسخف. وكانت طرق اخرى للتهذيب ومنها الطيارة والارجوحة. في واحد اللحظة قال فيهم واحد الى رفض يتعرف القرعة ديال الجدور هي الحل. ملي سمع الرئيس الكلام استجمع القوة ديالو وقال لهم الا هذه، وقرر انه يقول لهم اشياء كاذبة باش يفلت من هاد التعذيب، وقال لهم بأن الانقلاب خطط لي كل من عبابو وعلال الفاسي وأحرضان اللي كانوا كيجتمعوا باستمرار في المنزل ديال عبابو،
وغيتم كتابة الأقوال على الآلة الكاتبة، وتم إحالة التصريحات على الرؤساء. ويوم الثلاثاء مع الرابعة غيدو الرئيس الرباط في سيارة تابعة للقوات المساعدة وبرفقة جوج من الدركيين وجوج من أفراد القوات المساعدة، غيوصلوا مع العشرة للمكتب الثاني. من بعد غيجي قبطان من الاستخبارات كيرافقوا ضابطين في ديهم الحبال والعصابات، حيدوا للرئيس الأصفاد وغطاو عينه بعصابة حمراء وربطوا رجليه ولووا عليه الحبال من الكتاف حتى للرجلين بحال شي مومياء، وهزوه على كتافه من الطبق الثاني، جلسوه في الأرض وبداو كيستنطقوه مع الركل والضرب واستخدام الشحنات الكهربائية. في الفترة المسائية غيدخلوا الرئيس لواحد المكتب كبير وحيدوا ليه العصابة من عينيه وجلسوا على واحد الأريكة. هذا المكتب اللي كان فيه عدة هواتف وأجهزة إرسال، وكانوا فيه ثلاثة ديال الأشخاص واللي هما الكولونيل أحمد دليمي وليوتنون كولونيل أرتاز والكولونيل محمد اليوسي رئيس المكتب الثاني. وبداو كيسولوه بعض الأسئلة بحال السبب اللي خلاه يسول عبابو يوم الاجتماع بأهر مومو على المهمة اللي غيديرو في بن سليمان وعلى الذخيرة الحية وعلى السبب اللي خلاه يبقى في خدمة عبابو بالرغم أنهم عرفوا أنه انقلاب. غيجاوب من الرئيس بأن سؤاله لعبابو كان بدافع الفضول وأن البقاء أو الهروب في ظروف هذا الانقلاب بحال بحال، حيت القبطان بالكبير وغلول اللي كانوا هربوا من الصخيرات من بعد ما عرفوا أنه انقلاب لقاو راسهم مع الرئيس في الدوزيام بيرو وكيتلقاو نفس المعاملة. ملي سالوا مع الرئيس هذا اللقاء داوه باش يقدموه الجنرال دريس بن عمر الماجور العام للقوات المسلحة الملكية مؤقتا، حيت كان وقتها وزير البريد، هو يأمرهم باش يحيدوا العصابة من عيونه. وملي شافو قال لهم كنعرف هاد الشخص، راه خدمت تحت الإمرة ديالي ملي كنت كوموندو بالمدرسة العسكرية بأهر مومو. غيقول الرئيس نعم مون جنرال، كنتم رئيس من 1958 ل 1961. وهو يستأنف الجنرال بن عمر كلامه وقال واش هذا هو الإخلاص اللي علمتكم؟ شنو درتو بدروس الأخلاق والتربية الوطنية؟ وانا كان كيسحب لي بلي لقنتكم أقصى ما يمكن من الوفاء والإخلاص للعرش العلوي الشريف النسب، وهانتم في رمشة عين تخليتوا على هادشي وتبعتوا الخائن عبابو. في هاد اللحظة غيترد الرئيس يجاوب، حيت كان بغي يقول له مون جنرال انت المسؤول على هادشي بسبب الصرامة ديالك، كلشي كان كيخاف منك في الجيش، قدرتي في 4 سنين تردنا بياضيق كنفدو بالعقل، انت السبب حيت شكلتي جيش منضبط انضباط البلداء كينفذ بلا ما يفهم، ما غنحيلكش المادة رقم 1 من القانون العسكري اللي كينص على الانضباط والتنفيذ دون تردد وعلى ان اللي عطى الاوامر هو اللي مسؤول عليها، ولكن غنحيلك القانون الخاص اللي علمتينا، الا طاح الشاف ديالكم في البير طيحوا معاه، والا رمى راسو في العافيه ديروا بحالو وبلا ما تحاولوا تفهموا، انتم غير نفذوا، الشاف ديالكم هو الدماغ اللي كيفكر وانتم نفذوا. لكن الرئيس ما كانش كيملك الشجاعه باش يقول هذا الكلام الجري الجنرال الصارم دريس بن عمر، وغيختار انه يحني راسه ويبقى ساكت. في هذه اللحظه غيقرب دريس بن عمر من الرئيس وغيقول له بصوت منخفض، على اين مصير انقلابيين في يد الجنرال أفقير؟ شوفوا معه، راه هو اللي شاد السلطه مؤقتا. هو يدخل الكولونيل يوسي وقال كنعتقد مون جنرال بلي الجنرال أفقير غيتلقى هاد العشيه. ملي سال هاد اللقاء بين الرئيس والجنرال بن عمر جات واحد السياره سوداء حدا البنايه ونزلوا منها جوج ديال الرجال بلباس اسود وداو معهم الرئيس في السياره من بعد ما داروا ليه الدركيه اللي اصابه على عينيه، وتوجهت السياره مباشره لمنزل ديال الجنرال أفقير. دخلوه وجلسوه على زربيه باش يستنى حضور أفقير. في هذه اللحظه بدا الخوف كيسيطر على الرئيس بسبب داكشي اللي كان كيسمع على أفقير، وانه كان كيعذب الضحايا ديالو وكان كيمزق الاجساد ديالهم بالشفره الحديديه، وكيقولوا انه كان كيفتق العينين ديالهم وكان كيتلدد بهذا الفعل حيت كان مصاب بدأ في عينه. في هذه اللحظه غيدخل جنرال أفقير ومعه اليوسي والدليمي
وأرزاز، وطلب من الدراكين يحيدوا العصابة من عين الرئيس ويفكوا القيود عليه، وطلب من الرئيس يتبعوا الصالون، وطلب من المرافقين اللي كانوا معاه يبقوا في غرفة الانتظار. ملي وصل الصالون طلب أوفقير من الرئيس يجلس قدامه وقال له: ولدي شنو درتو؟ علام كنتو كتقلبوا في السخيرات؟ جلالة الملك ينتظر مني تقرير مفصل، شنو غنقول له دابا؟ صراحة حطيتوني في موقف محرج، وأنا اللي كنت ديما كندافع الجيش عند جلالة الملك، لقد سحبتم البساطة من تحتي. وهو يقول للرئيس: مون جنرال، راه عباب هو اللي تآمر ماشي حنا، راه غرر بنا وقادنا معه. وهو يقاطع أفقير: لكن ماشي تلها الدرجة من البلادة، راكم تبعتوه بحال الخرفان، كان عليكم تخدموا عقلكم، انتم راكم ضباط ماشي حمير. هو يرد عليه الرئيس: لكن مون جنرال، راه سولت نهار الاجتماع اللي دار معنا في أهرمو على الهدف من المهمة، وجاوبني بأنه ما عارفش المهمة بالضبط، والقضية في يد الجنرالات. هو يغوت عليه أفقير: هادشي اللي كيبين فعلا أنكم نتوما حمير، فين عمرك شفتي شي قائد ما كيعرفش الهدف من المناورة في الليلة اللي غتنفذ فيها العملية؟ الأمر واضح وضوح الشمس، الأمر كيتعلق بانقلاب عسكري. هو يقول للرئيس: لكن مون جنرال، واش بغيتي نجاوبك بصراحة وبدون تحفظ؟ وهو يقول له أفقير: انت في بيتي دابا ماشي في الدوزيام بيرو، وراه جبتك لنا خصيصا باش نعرف الحقيقة، ما تخاف من حتى حاجة. وهو يقول للرئيس: في الحقيقة كنا خاضعين لانضباط حديدي لمدة 15 سنة، حتى نحتف في الأذهان ديالنا الطاعة العمياء والخضوع بدون سؤال أو رفض. زيد على هادشي أن عبابو كان كيحرق القانون وكيسجن الضباط لمدة 4 أشهر، عشنا تحت سطوة عبابو والرعب كاع هاد السنوات. هو يقاطع الجنرال أفقير: دابا 9 ديال الليل، بغيتك تحكي لي كلشي من أتل زيد. وبدا الرئيس كيحكي تفاصيل احداث الانقلاب من البدايه حتى للنهايه. وأفقير شاد السيجاره ديالو كيدخن وكيتسند الرئيس. وفي الختام غيقول له أفقير كتبان شاحي بالوجه وعيان. وهو يقول للرئيس: نعم مون جنرال، ما دقش النعمه من نهار الثلاث في الدوزيام بيرو، كانوا كيعذبونا بلا ما يعطونا ناكلو ولا نشربو. هو يامر أفقير واحد من الخدم ديالو باش يجيب الماء الرئيس يشرب. ومن بعد كمل مع الاحداث اللي وقعت في الرباط والاستيلاء على القياده العامه والاذاعه والداخليه. وملي سال الرئيس غيشوف أفقير في الساعه وغيقول: دابا الوحده والزياده، شنو غنقول غدا لجلالة الملك؟ لقد مرقتم شرفي في الوحل، انا دافع دوما على الجيش، طيب غنشوف شنو نقدر ندير. ومن بعد غيفتح أفقير الباب وغيطلب من دليم وليوسي وأرزاز يدخلوا، من بعد ما بقاو كيتسناو من تسعود. وهو يقول أفقير ليوسي بلهجة صارمة: شنو درتي السي ليوسي؟ علاش حرمتو السجناء من الأكل والشرب لمدة 4 أيام؟ بغيت السجناء يتعشاو دابا، تولى هاد الأمر. وهو يدور عند دليمي وقال له: أحمد، ابتداء من دابا رجال الأمن هما اللي غيتولاو الاستنطاقات، تولى الأمر شخصيا. ودار عند أرزاز وقال له: طلب من الرجال ديالك يديهم، أما أنت الرئيس فمن المحتمل نولي نشوفك من بعد. من بعد ما مشى أفقير غيتم تقييد الرئيس ووضع العصابة على عينيه وداه للدوزيام بيرو وحيدوا ليه العصابة والقيد وعطاه يتعشى وقدر ينعس ديك الليلة بلا قيود. يوم 17 يوليوز غيبدا التحقيق القضائي اللي قاموا به عمداء ممتازون، وتم استدعاء الرئيس للمكتب الأخضر للإدارة، وكان كيتواجد فيه التليمي وثلاثة الأشخاص، وبداوا مع التحقيقات. وفي أحد الأيام غيتوجه الرئيس لأحد المكاتب من أجل التحقيق، وكان المحقق هذه المرة هو السيد غانيمي اللي يسول على أنواع التعذيب اللي تلقاها من طرف الدرك الملكي في فاس، واللي خلاته يكذب ويدعي أن علال الفاسي وأحرضان كانوا مورطين في هذا الانقلاب.
ثم خبره بأنه مكلف خصيصا من طرف الجنرال أفقير باش يدير معاه هذا الاستنطاق ويدون الشهادة ديالو من البداية حتى النهاية. وهنا غيحكي له الرئيس مجريات الأحداث حسب تواريها الزمني والمكاني، والسيد غنيمي كيسجل الأقوال حرفيا. ملي سأل الرئيس قال له السيد غنيمي، البرلمان عقد جلسة طارئة بالمناقشة وضع الانقلابيين وصوتوا بالإجماع على قرار إعدامكم من طرف محكمة عسكرية، ومن حسن حظكم أن الحاج بوحنيني وزير الدفاع عارض هذا القرار بشدة وكان الموقف ديالو دور حاسم، وغتمتاتلو أمام محكمة خاصة باش تشوف قضيتكم حسب القوانين. غيدوز الرئيس في إدارة الأمن أيام طويلة كينتظر حكم القدر. احتاج يوم السبت 7 أغسطس 1971 ونقلوه للسجن المركزي بالقنيطرة مع باقي السجناء المشاركين في هذا الانقلاب، وبقاو شهرين في زنازين انفرادية. من بعد غيمتاتل الرئيس أمام الكولونيل رمضان بن عيادة المدعي العام لاستماع الأقوال ديالو، ودار بيناتهم نقاش طويل حول الأحداث اللي وقعت والعقوبات ديالها. سال التحقيق في شهر أكتوبر وتم تعويض رجال الشرطة الحراس بحراس عسكريين يحرسوا السجن، وتعطات الأوامر باش يسمحوا للسجناء بالخروج للمرات للساعة. كان سجن قنيطرة كيضم وقتها عسكريين محكوم عليهم بستين يوم كعقوبة، وآخرين كيسينوا المثول أمام المحكمة العسكرية، وكانوا كذلك انقلابيو السخيرات وبعض ضباط السامون اللي أثار سلوكهم يوم انقلاب الشبهات. وفي البداية ديال شهر يناير 1972 تم افتتاح محاكمة الانقلابيين، وطلبوا منهم يخبروا عائلتهم باش يبحثوا لهم على محاميين. وفي 31 يناير مع 9 تقريبا بدأت محاكمة المشاركين في انقلاب الصخيرات بالقنيطرة من طرف محكمة العدل الخاصة برئاسة عبد النبي بوعشرين وعضوية كل من جنرال الحاج بسلام والكولونيل النعيمي والفهري. من بعد ما تم قراءة سكل الاتهام والتعرف على هوية المتهمين، شرعت المحكمة في الاستماع المتهمين باش يجاوبوا على أسئلة رئيس المحكمة السيد بوعشرين. وكان أول واحد امتثل أمام رئيس المحكمة هو الكولونيل محمد عبابو، واللي انفدك شي اللي منسوب ليه وصرح بأنه كان ديما كيحاول يمنع أخوه ويقنعه بالتخلي على هذه العملية الجهنمية. أما الشلاط فحتى هو غين في التهم وصرح بأنه ما كانش في المقدور ديالو يتنبأ بدك شي اللي غيوقع حيث ماشي ملك. أما القبطان بالكبير وغلول فغيصرحوا بأنهم هربوا بمجرد معرفتهم بأمر انقلاب. أما القبطان السابق في الدرك الملكي بن دور فصرح بأنه مكتشف الحقيقة حتى وصلوا للرباط. ومن بعد جاء الدور على أفراد الفرقة الخاصة ورؤساء الكوموندوات 25، وكلهم نفوا التهم اللي موجهة اليوم وحملوا ضباط صف المسؤولية لضباطهم. أما التلاميذ فصرحوا بأنهم مجرد منفذين. وفي هذه الأجواء ديال المحاكمة بدأوا بعض المتهمين كيبكيوا، وكان أولهم الكولونيل محمد عباو الشي اللي غيأثر في الزملاء ديالو وبعض المحامين. وفي 21 تقدم المدعي العام بالمرافعة ديالو وطالب المحكمة بإنزال أقصى العقوبات، 26 حكم بالإعدام و25 حكم بالمؤبد. وبدأ يتسأل كيفاش يمكن إطلاق النار على مدنيين عزال، وهل تتم المناورات العسكرية في القصر. من بعد غيتقدم 120 محامي بالمرافعات ديالهم مستندين في دفاعهم الانضباط العسكري وتنفيذ الأوامر. داروا المحامين الجهد ديالهم باش ينقضوا المتهمين من أقصى العقوبات، لكن الأحكام صدرت في حق المتهمين بين سنة ديال السجن والإعدام. ومن بين الأشياء اللي استند لها الدفاع للمتهمين أن عبابو نجح بواسطة الذهاء المكافيلي وقصبته الهرقلية قدر يفرض نفسه على التلاميذ ويحولهم هما والضباط الكائنات آلية، ومن ولاو أدوات في الدو ما تردش يستعملهم من بعد ما روضوا. وصرحوا بأن المؤامرة كتستاند 1300 مشارك، الشي اللي كان ممكن يخلي المحاولة تنجح، لكن المشاركة غير الإرادية هي اللي أدت لفشل المحاولة. نهار 23 فبراير 1972
مع 9:30 صدر الحكم من طرف رئيس المحكمة بحضور القضاة العسكريين والصحافة الوطنية والدولية. وفي غد الأربعاء فاتح مارس مع 5 مساء بسجن القنيطرة، جاء الكولونيل رمضان بن عيادة وكيل جلالة الملك مصحوب بالقبطان البقالي كاتب الضبط وعدد من المحامين، وقرأوا الأحكام التالية: حكم الإعدام في حق الأسبيران محمد الرئيس، لكن من بعد غيتغيرت الحكم حيث جاء تخفيف من الملك الحسن الثاني. حكم المؤبد في حق كل من شلاط وعقا وعاشور، 20 سنة سجن نافذا في حق كل من الكولونيل محمد عبابو وحيفي واليقيذي، 15 سنة سجنا في حق الغالو، 12 سنة سجنا في حق مزيرك، 10 سنوات سجنا في حق القوري، 5 سنوات في حق المرزوقي، 4 سنوات في حق كل من بند الدور ومونصيت وبن بين وعماروش وبالمعقول وعبد العزيز عبابو، 3 سنوات في حق كل من بالكبير وساعودي ومجاهد، 2 سنوات من السجن في حق شبيرق الصادقي، 1 سنة من السجن في حق 19 ضابط والسوليوت نون عراقي ومرماش وعنتر. أما كنوش محوش اللي كان منقذ لجلالة الملك الحسن الثاني في قصر الصخيرات فغفلت من السجن وحضر المحاكمة كشاهد من شهود الادعاء العام، وتمت إدانة الزملاء ديالو ب 18 شهر سجنا. سالات المحاكمة ب 74 إدانة شملت الفرقة الخاصة والضباط وضباط الصف ونواب قادة الكوموندوات، وتمت تبرئة تلاميذ ضباط الصف السائقين، وكان بن عيادة استدعاهم وعلن البراءة ديالهم وبداو كيصيحوا عاش الملك. وبأمر من القصر تم تغيير اسم أهرمومو باسم رباط الخير، وهكا تطوات الصفحة السوداء من مذبحة الصخيرات.